تتوالى الأحداث المأساوية في سوريا لتأخذ شكل فاجعة في أوقات كثيرة، من حوادث سير تؤدي بحياة عائلات بالجملة إلى حرائق تلتهم حياة وأرواح الناس قبل ممتلكاتهم فتحول ذاكرة ذويهم إلى رماد. حريق شارع الأمين تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا لما سببه من فاجعة، حيث توفيت أم وهي ابتسام الرفاعي وأطفالها الأربعة أحمد ومرح وفرح وصباح الرفاعي إثر حريق شب في منزلهم بالطابق الأول في حي الأمين بدمشق القديمة. وزارة الداخلية في حكومة النظام كانت أصدرت بيانا عن الحادثة نفت فيه معرفة السبب المؤدي إلى الحريق، زاعمة أنها تتابع التحقيقات للوقوف على الأسباب. كذلك قائد فوج الإطفاء بدمشق أعطى تصريحا عن الحريق لوسائل الإعلام، دعونا نتابعه سريعا ونعود. يوم أمس تلقينا أخبار في غرفة العمليات التابعة للفوج على الرقم 113 بنشوب حريق في منطقة حي الأمين دوار الأمين مقابل جامع المصطفى. على الفور وجهنا زمرة أطفاء من المكان من مركز الأمين إلى مكان الحريق. والد الأطفال محمد الرفاعي الذي نجا من الحريق قال في لقاء مع إذاعة شام اف ام المحلية، هذا هو الوالد، قال إن العائلة كانت نائمة في المنزل واستيقظ أفرادها على الحريق من جهة الباب وحاول بنفسه إطفاء النيران لكنه لم يتمكن من ذلك. أيضا سكان الحي السكني المكتظ هرعوا لإخماد الحريق ومساعدة فريق أو فرق الأطفاء من دون جدوى. نتابع هذا الفيديو ونعود. حسبنا الله ونعم الوكيل. كارثة إنسانية، وفاة عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، امرأة وثلاثة فتيات وفتى، نتيجة نشوب حريق في ضمن منزل.